من اللي أنقذني؟ مدري، بس السؤال هو ليش أنقذني؟ وهم كل مرة يبوني أموت. اللعبة هذه كلها ألغاز. شاري، أنت من وين جبت الأسوار الثانية لعبتها خالد؟ يوم رحت أحل اللغز ودخلت غرفة الأكل لقيت الأسوار طايحة. غريبة، وليش حاطينها هناك؟ أنت قلتيها، اللعبة كلها ألغاز. أنا أدري، هم مسوين كل هالموقف عشان تعطيها خالد ويصير جاسوس علينا بدل موسوس. شاري تأخر، يمكن ما يرجع. نعم؟ طبعاً انتهى.